واحد وزير الداخلية الآن، لأن وزير الداخلية كلمني عن قرار إفراج للمساجين السياسيين، فأنا هناقش إن القرار فيه نقص لبعض الناس رايحوا دلوقتي بعد انتهاء المؤتمر رايح لسه وزير الداخلية. هل حضرتك لسه تدخل المحاسبة؟ رايح المحاسبة إن شاء الله. أترككم بقى، إحنا مش عايزين نتقل على محمد شوية، أسألوا براحتكم بس إيه بالراحة، لأن هو تعبان يعني، تعبان صحيا ونفسيا وجسديا يعني، المسائل اللي لسه، وبعدين مش مصدق إن دي مصر يا رجالة. الحمد لله على سلامة حضرتك، الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وقبل ما ربنا ينصرني إن شاء الله على إيديه. أتمنى بقى إن أنا ألاقي لي مكان في وسطيكم، لأن أنا عندي أزمة مع سيادتي وحبيب العهد شخصياً. أنا مواطنة مصرية وأم البنت عندها 7 سنين ومتزوجة من دكتور، معلش يا معلم. لا لا حضرتك بس اسمعيني اسمعيني، ده موضوع للصحفيين بس، أي مشكلة خلينا نتكلم. طيب بعدين، طيب بعد يا محمود في اسئله توجهها له؟ لا بس هو يعني كلمه كده باختصار، ساعه ما المدرسه دخلت الجامعه وجات 30 سنه محمود؟ هم اللي دخل عشان تعرض يعني اهم المواقف اللي تعرضت لها ممكن. اتفضل يا محمود. نبتزل بس 30 سنة دقيقة واحدة ازاي مش عارف. لا 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 احنا كل حاجة، احنا كل شباب، كنا مجموعة شباب في يوم من الأيام كان نفسنا وبنحلم اللي بنعملوش صغار دلوقتي، بس ما كانش في على أيامنا فرصة أو تواصل مع الناس علشان نعمل اللي هم الناس بيعملوه دلوقتي. الأمن أخذنا وإحنا شباب فنجح إن هو يدمرنا كمان. يمسحنا تماما، والحمد لله اللي احنا ما قدرناش نعمله كنا بنحلم بيه، عشنا لما شفنا بيتحقق، بس خلاص الكلام. الشيخ محمد، سمعنا حضرتك قعدت سنين انفرادي. كم سنة قعدت حضرتك حبس انفرادي؟ أنا كل حبستي انفرادي، أنا اليومين بس لما تعبت بطني سمعوا إن حد يفقد معايا. كل حبستي بعد انفرادي 3 أشهر، ما لقيتش حد يقعد معايا. كيف كنت تقوم بقضاء حاجتك او حاجات الشخصيه؟ لا انا لما كنت سليم كنت بعمل راحتي خالص، اتحرك كويس، لكن لما تعبت الحمد لله كانت الاخوه حوالين مساعدني. سمعنا ان حضرتك بتشتكي من الربو، وكان يوجد بعض الازمات الصدريه، ماذا كنت تتفاعل معها؟ كنت لا لا لا، انت شوف انك لما تجي الازمه ديت بختك يا ابو خير جاي تموت فيها، ربنا ينجيك وانت وبرك. ايضا عانيت كثيرا من التعليم، وكان يوجد بعض المضايقات اثناء دراستك في من سنه 80. وبعدين لما دخلت في السجن منعوني من اداء الامتحانات، فالكليه فصلتني. وبعدين كان شقيق كان خرج فاتصل بكليه حقوق عين شمس، فوجد الشهود القانونيه فصلت، يعني فصلت ازاي هو مسجون؟ قال له فصلت عشان انت غايب. المهم حاول معاهم شويه، حتى السيد العميد قال له انا هديك فرصه واحده لاداء الامتحانات السنه دي، ويا نجح يا مع السلامه. ففعلا الحمد لله تقدمت سنه ثالثه ساعتها، دخلت نجحت الحمد لله، ربنا اكرمني ونجحت. طب سنه كام دلوقتي؟ كان فترة ممنوع عنك الكتب الدراسية. أيوة أنا ما كنت ازاي بتذاكر المنهج أو ماذا يعني؟ يا سيدي احنا نظام الطلبة كنت بروح جايب مرشد الدراسة بتاع السنوات النهائية، أشوف الدكاترة بتركز على إيه، هو ده محور المذاكرة. ما أقدرش أذاكر الكتاب كله، مفيش وقت، ده بيجيبوا لي الكتاب مثلا قبل الامتحان مثلا بأيام، وبيتم ما فيش لا أقلام ولا كراريس ولا حاجة تدون فيها ملاحظات ولا كلام مني. محمد عايز أقول لك على حاجة بس، التعذيب اللي تم فترة التسعينات ليك في السجون كان لحد يعني فترة قريبة أشد فترات التعذيب اللي مرت في مصر كلها. أنت رحت أعتقد رحت أبو زعبل؟ رحت أبو زعبل ورحت في العقرب ورحت العقرب. تعالى تحكي ظباط كانوا بيعملوا إيه في التعذيب ده في لمحات بسيطة جدا مختصرة. يعني خلاص الخلاصة يعني مش عارف هل مثلا هي متاعب المهنة أثرت على شخصية الواحد؟ لأن أنا شفت ناس تقول دخل غلط إنهم دخلوا كلية الشرطة. شفت ناس في منتهى الإنسانية، وشفت ناس في منتهى السادية على حظنا الحلو
يبدو ان جابوا لنا الناس اللي في منتهى الساديه اللي هم محتاجين يتعالجوا نفسيا اصلا. عملوا ايه بقى؟ كل حاجه يعني اقول لك ايه بس عملوا كل حاجه كل حاجه عملوا حاجه. انا يعني انا هديك منظر عجيب جدا. اول ما نزلنا في السجن سجن ابو سعد فكان قدامك خيارين في صوره كبيره كده حسن مبارك وكان ظابط لواحس قاعد وانت داخل ظابط لواحس فاكر اسمه؟ ما اذكرش. طب يا اما تخش تسلم وتقوم توطي كده كانك وضع ركوع كده للصوره صوره حسن مبارك. ده لو عملت كده هتخش كده من غمض الدرج. السكه الثانيه جنب منك في المكابورت وانت داخل كده في المكابورت بتاع المجال بتاع المجال. فطبعا الاخوه يعني انا ما شفتش حد بيزور للصوره. طبعا نزل في المكابورت كلهم حطوهم في المجال ووقفوا. اللي ما يظبطش الصوره يقع في المجال ينزل في المجال وبعد كده ياخدوه من المجاري بعد ما يطلع كده بهدوء كده كلها مجاري يضرب لغايه لما يوصل العنبر بتاعته ويترمي في الزنزانه اللي هي كلها الاسطبل الاسطبل بيتقال ده الزنزانه كلها متر ونص في 90 سم فيها سبعة افراد متر ونص يعني الحته دي كده زي كده هو مكان احنا قاعدين فيه ده كده بس ونص متحط فيه سبع افراد يعني انا اصبر لو كنت مجنن ما العدد مش هيكون كبير فما نعرفش الناء فقدام مين ما اعرفش انا بالطول فعشان ما يكفيناش فانا بالعرض فروح نايم حاطط رجلي على الحيطه ويا دوب بس ظهري هو اللي سند على المكان وبعدين كنا بننام ورديات انسان متسلق يعني. سمعنا ان منعتم من الزياره السنين كم سنه منعتم من الزياره؟ كان سنة مش 10 سنين متواصلة وبعدين 4 سنين 10 سنين كان طيب احد لا لا 10 سنين كمان لا ده انا اقول لك حاجة عجيبة جدا انا أول مرة في أول زيارة بشوف فيها أهلي أنا شفت واحدة كده بتعرفني على نفسها بتقول أنا أختك وبعدين عرفتني إزاي لما الميكروفون نادى عليا محمد عمول محمد صاحبي عرفتني بالميكروفون يعني هي ما عرفتكش ولا أنت عرفتها كيف كنت تتعاملون مع الأمراض في ظل العشر سنوات لا يوجد فيها زيارات ولا ملابس ولا أي شيء؟ وسمعنا أيضا أن التعيين كان سيء جدا. الأكل هو كان شيء. مش عارف التعيين اللي الطعام. كنت تتعاملون إزاي؟ أنا ما هو في وكان في أكل أصلا. وكان مش أكل أصلا. عايز تتخيل كوباية زي دي كده لما تحط لك مثلا كوباية زي دي فيها نصها رز رز طعام ويجيبوا لك هي دي تاخد الجسم ده كله مش كوبايه الرز يعني زي كده او انا فاكر فول اللي كان من الفول نرجع الفول والله ده فول ده والله فول مقتبس بالفول عندي فيها 12 خور سوس فيها 12 خور فضلت مقتبس بيها لغايه ما باظت يعني هل فعلا كنتم تتناولون الطعام من شراعه الزنزانه او المفتحه طبعا ممنوع والله يفتح عليك ما يفتحش عليك يعني فعلا الزنزانه كانت مغلقه لسنين كمان لا تبص وراك ده واعمل 100 كيلو كده وراح جبت لك الاكل تاخد على طول تاكل مع الارض انت ونصيبك محمد عايز اسالك سؤال مهم جدا لما حصل الثوره 25 يناير انت كنت موسيقى عايز تشوف مشاعرك لما حسن مبارك تنحى لا انا اقول لك حاجه عجيبه جدا انا لما اقول في ثوره بره انا مش مصدق وبعدين بسمع من الناس واسمع من لندن مش مصدق بتفرج على التلفزيون المصري كل حاجه تمام واخر حلاوه انا حصل لي حاله انفصال مش مصدق لغايه اما جه واحد كان معاه تليفون حديث شويه فكان جاي برنامج الجزيره فجاب لي ميدان التحرير انا شفت المنظر ده متهرب يعني التليفون متهرب التليفون ده فعلا كان داخل متهرب فانا شفت المنظر ده بقيت مش مصدق هم المصريين دول كلهم كده انا افتكرت قلت المنظر ده ممكن يكون من الحاج والله اذا بقول لك ده بتاع دي العدد ده والله ممنوع انا قبل قيام الصلاه دي بحوالي سنه شفت منظر عجيب جدا شفت نفسي كده ببص على نهر النيل بتاعنا ده وكانه جاف تمام على الارض تماما والارض الاسفلت اللي قدام ماسبيرو وشارع عبد المنعم رياض ميدان التحرير ولغايه القصر العيني ولغايه معهد الموسيقى العربيه انا فوجئت المنطقه دي كلها غرقانه ميه وميه ايه ميه نظيفه بجيبها كده وبشرب منها ميه نظيفه جدا بس والناس قالوا دي ميه النيل بقيت مستغرب ازاي النيل
طلع من المكان اللي جاف في دوت ده في الحلم في الرؤيا اه في الحلم عشان الناس ما تسرحش لا لا احنا بقول لك ازاي الناس ازاي مثلا دي النيل طلع بره خد بالك انا بقيت مستغرب مستغرب المنظر غريب لما جالك خبر تنحي حسن الله لا الله يخرب بيته لا ده انا كان هيجي لي جلطه في المخ ثاني رابع كل شويه بيان مش عارف ايه رحت رايلي عمر السلمي مش عارف اسمه ايه ده يقول كلمتين ما لهمش لازم اروح داخل قاعد اروح مش عارف مين المجلس الاعلى القوات المسلحه انت منتظر بقى يقول تنحي كلمتين برضه في الشعب المصري العظيم الشعب ما فيش ايه كلام تنحي لا انا بتنحي انا كنت مشيت ما عادش قدام التلفزيون بقى خلاص يئست بقى فضلت ماشي فلقيت واحد من زمايلي بيقول الله اكبر حسني ما تنحى انا افتكرته بيهزر فانا ايه ما بعرفش امد يعني فماشي العصاية لغايه ايه ما وقفت قدام التلفزيون التلفزيون بقى بيعيد بقى الراجل التاني بيعيد التنحي انا بقيت مش عارف اعمل ايه اسكت والله اقول اعمل ايه خف طبعا لو سبتني اطلع في مصر كنت اصلا الخبر الاهم التاني خبر مقدر حسني مبارك وحبسه والله كنت خبر القبض على حبيب العدل وحبسه وخبر القبض على حسن عبد الرحمن من ربع سنين ده وحبسه والله انا كنت اتمنى والدتي الله يرحمها تكون عايشه اتمنى يعني علشان رحمه الله عليها يعني والدتي يعني تعتبر وزير كثيرا يعني فعاد الناس دي حسبي الله ونعم الوكيل كان دايما الدنيا تقول ان شاء الله ربنا يبهدلوا زكاه يبهدلونا كده استجابة الدعوة. استجابة الدعوة. محمد وزارة الداخلية بعد البيت ليها سياسة في ال ايه ده؟ ايه ده؟ الفرح ده. خطر السياسة. كان ليها سياسة في العهد البارد ان هي القضاء على خصوم السياسيين بطريق مباشر وطريق غير مباشر. الطريق المباشر كان معروف بالقطر، معروف في الأعداد اللي قتلت على يد وزارة الداخلية المصريين. أنت كان من ضمن الأسماء اللي وزارة الداخلية كانت عاوزة تخلص عليها بالطريق غير المباشر. أنا هقول لحضرتك. لا أنا مباشر وغير مباشر، أوه. أنا لو بصيت في دماغي هتلاقي اثار 67 قطع الجلد من بالعظم من هنا اه يعني ده كان في اثناء ممكن انت كان عاوز يخلص عليك بطريقه مباشره لما جبت من السجن كنت انا وخميس بيسلم وعصام القمري الله يرحمه عصام القمري قتل خميس بيسلم اسر وبعد كده قتل بمختلف الاسلحه وانا لولا ان مستشفى الافطي ثبتت ان انا حي لسه كانوا خلصوا عليا وخلصت والحمد لله ما زلت حي. انا لسه العمر بيت والحمد لله ما زلت حي حتى بعد الطريق الغير مباشر. سبحان الله. ايه ابرز المواقف وابرز الناس اللي هم فعلا نفذت فيهم وزاره الداخليه القتل الطريق غير مباشر عن طريق